قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد كيطيحوا عليه شي نقيم، سبحان الله. نيار؟ نعم سي المجدوب. أمالك داوي وحدك؟ لا سي المجدوب، غير كنذكر الله. الله يبلغ المقصود. هذاك محمد اش داير في القرية؟ أمالك؟ لا والو سيدي، محمد ما عينوش في القرية، غتغفل عليه يطير بحال الزواق. وشد فيها النيار وما تخليش عينك تغفل عليه. واخا، غير هو سيد المجدوب بغيت نتشاور معك في واحد الامر. ترجع ان شاء الله. يا ولا قلتي بالا بالا، انت غتبقي حابسه راسك وحدك. ايوا ما كاين ما يدار، اللهم الواحد يجلس يتسنى العظام. ديما كنبغي نسولك وكنسق. علاش باغا تسوليني الريم؟ لا لا، قالت لي يمينة كديري شي طرز ما يقدر حد يدير بحالو. كانت كنطرس مني كان الراس باقي خاوي. والله ما كرهت نجيب لك الثوب، طرزي ليا شي عقرب نعلقو على العين. انت شكون معينك الريم؟ ويلي ولادم ولي دار الاحتياط، راه بنادم هذا عني ما دسي تلقاه معلق فيك عينيه. قولي لي انت داك الراجل ما غتشوفيش من حالو؟ اين راجل؟ ويلي علينا راجل، هو المجدوب. يا راكي محناه ومهوساه وساكنه ليه في قلب قلبه، حرام عليك تخلي الراجل في ديك الحاله. دعا معايا المجدوب يعطيني الله وليدات. بقى صغيرة خايفة غير الراجل يلقاها السبة ويتزوج عليا. كولي الشعير وكولي معاه العسل. إلا جاب الله تيسير بمرفوتك. مرفوتي هي مني تولديهم وتقريهم وتوبيهم للعلم. كان عهدك قدام الله والناس حتى ندير بكلامك غير نولد. المرا دبليجك المرا. واكواك عباد الله الدالية دبليجي، واكواك عباد الله الدالية دبليجي، وشهدوا عليها عباد الله، شهدوا عليه الدالية دبليجي وما زال فيها كفاية، وشهدوا عليها عباد الله. هذيك مالت الربعين سيدي علي. لمضي أراد داكشي علاش تصفقتي معايا. سيري سيري صبري شوية سيري، تفرق عليا الجوقة. شوف لمضي شي داك التراهبين تاعك رانا عارفاه، راه والله ما عطيتيني رزقي يا تنفض حق قدام الناس. تاع قول لي دابا اللمضي اش يجيك؟ واش حنا ما عمرنا تعاملنا؟ وسيري شوف ما تقول لي لا هذه لا هذيك، عطيني رزقي والسلام. صافي عصبري عسيري عسيري. أعوذ بالله من إبليس وجنوده. هادشي اللي قلت لازم يوجد في يومين. عاون شهرين كلها سي العروسي. أربع شهور ماشي شهرين. لو خلي نتاع خمس شهور ولا ستة، اللهم إن هذا منكر. اش قلتي؟ وقيل ما فهمتينيش. إيوا سيدي فهمني أنت. المطلوب نوجدوه من خليع وقديد وشمع وسكر ودقيق وزيت وسمن وقطنية. إيوا فين المشكل؟ ما نقدروش نوجدوه في يومين. اها هيا دابا نقول سيدي يحيى يوقف الحركه حتى يوجد الزاد. يومين قليله سي العروسي. قليله ولا كثيره
الشغل شغلكم نعمس. هاد الشيء فوق جهدنا. شوفه كلمتي راني قلتها ودي راني هزيتها، واللي خلى حرف من السنه يتعاقب عليه. واش فراسك باللي المجدوب حصلوه خوان شي دبليج ديال المرأة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أبقى فيك سيدي محمد ياك. هنيت صديقك وحبيبك وكيدخل دارك وقت ما بغى، وزيدو أنت مهبول دكاع. أجي علاش ما ديروش قضية تشوفوا مع المجدوب يعاونكم في جميع الزاد؟ ها ياك هو بركته، هادشي اللي حنا فيه راه زعما جهاد. ها يومين يومين المجدوب ما سرقنيش السي بوعزه، اللمبي اللمبي هو اللي سلطني عليه باش نتهمه. كوني تحشمي، راه شهاده مره وحده راه ما مقبولاش. كوني تحشمي شويه، اعطي الاولية دبليجة خلينا نشوفوا خدمتنا. اسمع ابو عزة، وصل لي حيا كلامي، قول لي درنا ما فيها خير، درنا كانوا حامي، درنا بير في قاع بير. دير خدمتك. يلا سير لمضي. سير لا في حالك. شمتي سيري في حالك. المجدوب عارف فين غادا الحركة؟ واش حنا دابا في المجدوب؟ وكي دار تعرف فين غادا الحركة كل ما كان جاسوس. سمعتيها منو؟ قال الباعية أذكر فيها منطقة درنا ثلاثة المرات. يا القضية باينة. قلب عليه وفين ما كان جيبو ليا. هي الأولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا وليدتي الله يرضي عليكم. أنا وفيت والربعين تطويفة دوزتها. إيه وتانا غادي نوفى بوعدي. بسم الله. هذا السارود ديال قصر كتامة. بسم الله. قال لك بابا سيدي علي الا ما وريتي بركتك لولدي نخاف عليك. الله يرحمه ويوسع عليه والله يوصلنا عليه مؤمنين. آمين آمين يا رب العالمين. نعرف اش قالوا نجاوب. قال لي انت عارف فين غادي هاد الحركه. قال لك النص والنص سترو. انت اش نص ما نص؟ سمعنا هاد النص اللي ستر. قلت وصل ليحيى كلامي، قل لي درنا ما فيها خير، درنا كانون حامي، درنا بير في قاع بير. الخبر ما فاتش سبعه الناس، شكون منهم وصلتك من الخبر؟ وصلتني من شيخ لشياخ سيدي علي الدوار. اها وشكون وصلها ليه؟ ما سولتوش. اها ايوا سيدي غنسولوه. فين لقاوه؟ في مقابر باب مفتوح. فاش زعما؟ ايوا سيدي واخا يكون جزر الوقواق غنسولوه. وتخرج ميت من قبره العروسي والحماق هذا.
ميت ناضو قال لك الخبر. نهار يزورك سيدي علي غادي تفهم. سير عليك الامانه المجدوب، واللي تعرض لك بالاذى انا عدو. وسعفتيني كون درتي ناقص من هاد الحركه وطاعت السلطان، اش ندير فيها؟ واش بقى؟ وسرنا المجدوب ما فيه كلام. وتكتب هاد التخاريف لعروسي. قلت ما جابك، بغيت ندوي معاك ولكن ما عرفتش باش نبدا. بدا مين ما عجبك غتلقي راسك. اش عندك؟ مالك؟ خايفه قلبي بزاف عليك. عرفت ونساني. ايوا ملي نساك علاش جالسه كتقلبي في العقود الراشيه؟ شي مرات تنقول نسيتو، وشي مرات يملكني خيالو ويملى صوتو سمعي. تبتي عقلك وخوي قلبك منه. كي ندير؟ واش من حيلة تنفع؟ ديري عقلك. راكي جربتي اللي هو فاطمة وعرفتي بلي حر الشوق صعيب تنسح وشامو. طار ديالي لكن في يدي، اما لا طار ما بقى ليا فيه نفع. اللي هو يقدر ينبت لك جناحين وتبعي الطار ديالك فين ما طار. قلتهم خلي محبتنا تدوم دايما ان شاء الله. هي لا تفرقتي من عبد الرحمن. المجدوب مال المجدوب دو معي باش نبقى، وانا حرت ما عرفتش شنو ندير. وشغلك هذاك؟ ديري اللي عجبك. اللي حكمتي انا راضيه به. شوفي يا كلثوم، من النهار اللي عرفتك كنت هي منغصه ليا حياتي، واقفه عصا في طريقي، حتى قلت تهنيت منك. فاطمه انا ما بغاش نعاديك. كنت عداوة اكثر من هادي. غير قولي غير فوتي الزاويه ومنك ليه. قلت يا عيب. مشكي عشتي هالكلام اللي قلت صدق بالصح. هالمجدوب غادي ياخدها. يا ولد تجوج مالو ليك شرع طه ربعه. ويلو شرع طه ربعه يدير ما بغا. زيد هو فاه ما كانت عينو بجواج تجد ديك اللفعه. ايوا بعدا هي احسن من غيرها، ما كتلحق حد بالعار. انت انا من سيرت معني انا داويه وصافي نسحاب. شتك مبكر ابصيصة؟ المجدوب نعملتي الدمع عيوت ومشوا العين تساوت وهبطوا عون فيها. باللي عام فيها زيدوا سقي الغاز، باللي سالا قال لي جمع الحجر وبني ستارة. اها ايوا وليش هادشي كله؟ علمي علمك نعملت. راه كيبان لي هذا تصدى. او معاون الدري في البرد وساقي به الغرس وكملها وجملها كيبني من الحيوط. هذا 100% خلف العقل. ايوا وكمل. خليتهم راجعين في الطريق دابا. صافي خليتيهم راجعين. انت طلق راسك تشوف فين مشاو ومعاهم نهضروا. يلا طلق راسك. قال لك خليتهم راجعين. زياد اش هادشي داير راسك يا يوسف؟ هذا ما قال شيخي. ما تما قول. هو مول قول.
الا بغى يعذب المحسن يعذب، لا بغى يجازي المسيء يجازيه، هو يسال ولا يسال. غادي تعوم عاد تنعس. حتى يامن يا شيخي. من اليوم ما بقى تلقى مع المجدوب. علاش؟ انا اللي كنعرف صلاحك. اش منو الا كل خير. طاعتك ليا واجبة. نقدر نعصاك. مسعود غادي نكبلك. يا ده مسعود غادي دير لي الكبل، وملي تسالي وصل عليا الساروت. قول لي يا نيار. نعمش عندك سر هاد المال اللي عطيتك باقا عندك؟ ومازال عندي. ما تصرف منها تا قرش. ودا زين الله عليه. خليها توصل وقتها ونقولها لك. والفلوس ديال العام اللي فات راه فاضله عندي ديال العزيب ديال جابر. ها شحال هو؟ واحد 3000 درهم اشيخي. بني منها دارك وداكشي اللي شتزيدو على السره. الصدقه نبني منها شيخي. هكاك الله يرضي عليك النيار. قديم ما تنبهني لعيوبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. السلام عليكم. كون ما جيتش المجدوب كون جبرتيني جاي عندك. علاه ما كاين باس؟ بغيتك تبعد من ولدي يوسف. شكالك مني؟ الولد ولدي وانا باباه، ما باقي تقرب منه ما تحاديه. انت ابوه وانا ابوه، ولا كنتي انت زرعتي فيه البذره من صلبك، انا زرعتها من قلبي. اكلمتي قلتها المجدوب. وانا كلمتي غادي تشوفها منين تدخل دارك. السلام عليكم. باش من حق تعصاني وتعتق راسك بالكبل؟ إذا كانت الطاعة خاصها تكون صافية ماشي متسوسة بالنفاق. حاشا واش نافق ياك. هذا ما علمك المجدوب غير تعصى طاعة باباك. أنا بما ما حليت بيبان مفكيت قيود، وكاع إلا بغيت ما عنديش سوات مهما يكون. شكون اللي حل قفولة؟ تحلوا بوحدهم. ما يمكنش. جناح المجدوب الله باني، كل من تغطى به يفوز من عذاب الجبار. بغيتي تقول باللي المجدوب هو اللي فكك؟ والمجدوب كان معايا. قال لي يوسف واش باغي تحمقني؟ العالم حي وخا يدفنوه، والجهل ميت وهو حي. هي دابا انا جهل. قولي اش باغا تقولي؟ انت باقي كاع ما عارفني انا اش باغا. الدويره ناري كتب علينا الله نديروها، ما لنا حنا شنو خاصنا. سرحي عينك. انت ما كان خاصكش. انا راه لا ما خاصني. علاش؟ تراني باغاك تولي حتى هو راس عند زابك. يا ويلي حتى الخدمه كلها على كتافك، هو يدي البركه كلها هادي على الاولى. زيدي لا باقيش. الثانية تولي لا كلمة إلا كلمتي في هاد الزاوية. سمعي الريم، ما حد شيخي باقي حي والروح كطلع وتنزل معاه، عمر العين ما تحلى على الحاجب. وليا هي مات المجدوب
غتولي حتى بلاصتو. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اش هاد الهضره هادي؟ انا بغيت يومي يكون قبل يومه. لا واه لا واه لا واه اخويا الله ينجيك. انا سمعي الريم، نهار تقول لي شي كلمه ناقصه في سيد المجدوب قلبي ما يبقاش يبغيك. وي ايه، حيت باغا لك الخير. هو بغي الخير يلقاك الخير. انا قلت لك نهار تقول لي شي كلمه ناقصه في سيد المجدوب عرفي بان هذاك هو النهار الاخر لك. ها وصلنا لهاد المواصل. وي تنهي قلت حسبك انا حسبك من حقك. نسالك رضاك يا فاطمه ولا ما رضيتش؟ ايه القدر الله هو ليكم. كما قال الحال دي مولاتي وتاج راسي وسومك غالي ومقامك غالي ورضاتي عليك قد ما عطات السماء الارض من خير كتير. كملتي؟ كون هدرنا لالا بالناقص من هاد السفر. الا بغيتي تبقاي انتي بقاي، انا غادي نسافر. بيني وبينك لالا شموج ديال هاد السفر؟ لا زاد لا ونيس، نمشيو مقطعات مفردات. هذاك الديب هو الاخر اللي ما عندو نياب يدير فينا ما بغا. زعما لالا انتي راكي مولات العقل. غادي نمشيو ما يحس بينا حتى واحد. وكي غنديرو تنمشيو حتى واحد ما يديها فينا؟ نتخلطو مع الصوار وندخلو القصر ومن تما شتو الطريق لفاس. وزعما لالا ما غيرد لينا حتى واحد البال؟ هو ما غيردو لينا البال، حتى واحد ما يقدر يشدنا في الحبس. ايه والمجدوب؟ ما عندي غرض لا في مجدوب ولا في غيره، نظرو ديك من الجميع. واخا لالا. طلق سراح ولدي باش من حقك تأمرني؟ حتى أنا مأمور. أنا ولد ولدي وأنا باباه، بالواجب عليه طاعتي. اللي رديتها ليه يرضاها، واللي ما بغيتها ليه يخطاها. وأنا المجدوب بحال، وأنا مخنت ولاده، نغيب في الغرب ما نتعطل، والظالم نزبر له كباده. وهاد اللهفة اللي ملهوف على يوسف، دعي معنا حنا وعاوننا على هاد الورطة اللي حطنا فيها القايد العروس. توكلوا على الله والأمر يتقضى بإذن الله. الله فوقنا جميع وليه فوت الأمر. خير ما درتي. أما القايد العروسي كنوا مهنين من جهته، أعطى الله دهوة فاشي تدها. مالك مولاي؟ الدوار العروسي ولا مطير عليا الناس. يلا كنغمض عيني كيوقف عليا. كون شتيني انا داك بروين راجاني بالبيان وقال لي شريو مني القصر الا بغيتو تسلمو. والقصر ديالو باش يبيع ويشري فيه؟ كل ما كان السلطان اللي موصي عليهم كون شافو اللي ما يعجبو. اشنو درتي معاه؟ اش غندير معاه؟ جريت عليه وملي كان خارج قال لي احكمتوا على راسكم بلسانكم ما غيدوش عليكم العام. خفتي منه؟ قالي غير الحماق الخاف منه حتى هما. حسبي الله لا اله الا انت
اللهم احي قلبي بنور معرفتك، اللهم يا حي اجعلني حيا بك لك، اللهم يا قيوم اجعلني قاتما بك لك، اللهم يا بديع احفظني من البدعة بك لك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم كرمني بهذا يا الله، اللهم كرمني بهذا يا الله، اللهم كرمني بهذا يا الله. غدا ولدي سير الزاوية عند البجدوب. أمرك با ما تعجبش، أمرك وأمر البجدوب كيهمني. ملك عليا الصفا، ما قدرش نصفا ولا ندخل الوراد، خاطري مشوش وبالي مكدر وقلبي مشغول بأمور الدنيا. غدا ولدي سير للزاوية ودي ليه جوج خرفان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نيار؟ نعم سيد المجدوب. مالك خرجت هاد الليل؟ نتسنى فيك سيد المجدوب. ما كاين باس؟ كلتهم سيد المجدوب. مالها؟ خرجت ما رجعتش. قول رحلات من الزاوية وخلاص. وفين غتكون مشات؟ والله أعلم سيد المجدوب. تسات ناس ولا غنتولى بأمرها؟ تصبح على خير سيد المجدوب. مالك كلتهم مشات؟ ياك ما قلت ليها شي حاجة. فين شتاتها تقول ليها ولا تقول ليا؟ وزيدوا اللي قلت راك عارفة. وفين غتكون خرجت هاد الليل؟ ما نعرف. على مولفه كتشاور معايا؟ غادي نمشي نقلب عليها. قال فوت الزاويه ومنك ليها. ما قلتي عيبه بنت عمي. كلثوم فين غادي فهاد الليل؟ أرض الله واسعة وعريضة. زمان هربتي وهربت بالقطار، واليوم جمعتنا تاني وعمرها تزعفك ضاربي. خليني نمشي للمجدوب اللي فات مات، كلاش نعاودو نحيوه. زعفيني يا كلثوم ونعلي الشيطان ورجعي لدارك. فاطمة كلها في حالو، غادي تبقاي في هاديك الدار وعمر شي واحد يوصلك، وتا واحد ما عندو الحق يوصلك. والمونة النية راه جيبها تلعدك، غادي نوصيه. سيدي قدامي مالك الرمضي؟ باغي نقول لك شي كلام. حتى انا باغي نقول لك شي كلام. قالوا لي وليتي كتداوي جدال وكتوقف زحاحيف، ياك ما وليتي سيدنا عيسى؟ ها قول لي اش بغيتي تقول؟ صاحبنا. تشكون صاحبنا؟ حصل. شكون حصل؟ وانت المجنون. قول نسمع. البارحه سيدي قلي هي دخل هو جوج عيالات زيد، وبين دخل سيدي هو جوج عيالات، من ديك الساعه سيدي دخلوا واحد الدار راه ما خرجوش، ما شافوا ضو نهار. ياك ما يكونوا عيالاته؟ لا هو مزوج مره وحده اسمها فاطمه، ود معها جوج ديال الدراري، وهي راه ما كتخرج حد حد الزاويه. هذه شهاده لله. وباش عرفتيهم مازال ما خرجوش؟ من هذيك الساعه وانا داير عليهم العين. هذه هي الأخرة اللي كان مجدوب، هذه هي الأخرة. رمضي على شكال ها؟ اه هو حصل دابا جاب المجدوب. شكون؟ قولي للمجدوب يحل أمر راه تكتف وتفضح. أسيدي المجدوب راه ما كاينش، راه قد مسدود وما عنديش المفتاح. كاين هرس هذا الباب. أش دار لك ذاك الباب؟ اه هذاني زانية وزاني، فلوذوا بالشريعة السنة والقرآن، وإلا حل بكم غضب من الرحمن. نسبت لي ذنب وأنا شي ذنب ما درته.
كيف تكابر والزنا كبيرة من الكبائر؟ الكلام ماشي معاك، مع هذا اللي سارحك وطلق لك حبل الكتوب. نخاف عليك اللي لقى ما هو حلوة وتاخذها انت حرة. عد الكب يلا زيد راسك زيد مزيان فوضى في البلاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله. ما باغيش الجو واخا ولا ما خايفش على راسك؟ خاف عليهم وإلا كنت فرضت عليهم تدخلهم لحالتك بالقوة باش يباتوا معاك؟ كون شجيع وقولها. واش عرفتي اش كيتسناك المجدوب؟ الجلد ومن بعد الجلد الرجم. ما غنهزو يدينا حتى تخرج روحكم. فكر المجدوب فكر مزيان، ما حد باقي الوقت. هذا دليل كافي على فجورهما. إقامة حد الزنا مشروطة بشروط، فهل توفر أهمها؟ وهل بعد قضائهما ليلة المجتمعين يسأل عن شروط حد الزنا؟ لا حق لأحد شرعا في إقامة حد إلا إذا ثبت ثبوتا يقينيا. فهل ثبت في هذه النازلة أمر الإيلاج؟ هل تقدم أحد بشهادة أنه رأى ذلك بأم عينيه؟ إن كان فليتقدم وليقسم. هذا رزاني خاصو يتجلد. إيه قريب قريب القصر غيتغسل من العروس وزلالته. رجع لعند سيدك عبد الله وقول ليه ما بقى لك قد ما فات في القصر الكبير. ولدي يوسف عطيتي معايا باش نوريك دار كلثوم، ودير بالك دير بالك مزيان عليها في غيبتي، واللي بغاتها قضيها عليها، وداك المتاقل اللي عطيتك قضي بيهم، وإلا تقاضى وخذ من عند بوك حتى نجي متحاسبو. قول يعني يا شيخي. وعندك دير بالك على الدار وتنسى قرايتك. ما يحتاجش توصيني. الله ينور عقلك ولدي. فكرني غدا ان شاء الله نصيفط شي واحد يعاون مينا في دار كلثوم. السيد المجدوب راه باغي يجيرها. على فين هو شيخي؟ في مكناس. مشى لمكناس. هادشي اللي قال لي يوسف. اش هاد المصيبه؟ مالك تاني؟ يا وانا الزاويه تفرقت. اش تسرق فيها؟ وانا الزاويه كله. ما الزاويه كله. سيري سيدي قدامي. جيت لك شي اخبار. هذا تفرحك. وتحيد العبسه ديالك. قول اش عندك؟ المجدوب راه شترك المكناس وخلى كلثوم غير مع يوسف. انت شكون هذا يوسف؟ انت يوسف هذاك يوسف ولد محمد الفاسي. اها ايوا وفاش دفعنا هذا الشيء؟ غادي نصيفطو من شي واحد نصفيه في الطريق. وهاي ما شافت قال موجع. اها حتى هو قاهرنا في مدينتنا اللي كنعرفوها بحال كفريد، فما بالك لو ولا في الخلا. دابا نطلب منك شوف لي خمسة رجال يكونوا ثقة يقوموا بالمهمة. خلاصهم على حسابي. يا سيدي جاتك إلا كان خمسة رجال جاتك. أنت دابا كتعرف الرجال أكثر مني وغادي يثقوا فيك وغتقدر تميز وتشوف لي الصالح منهم. يا سيدي لقيت لك هذا اللي غيفكنا من هاد الوحلة. شكون؟
جزاك الشهر قلنا واحد الراجل قالك باغي يشوف سيدي المجدوب. لاش فحق قال المجدوب اللي باغيه. ما فهمتش شنو بغيتي تقول. انا مزوق فيك لعندك شي ما تقضي قضيه. هاد خينا راه هو اللي سرق الزاويه ومشى توقف على سيدي المجدوب وفي يديه شعلات العافيه وقال له سير رجع للزاويه وتسناني. قول لي تسنى قول لي تسنى شوف وياك طلقوا نيار. تراني مشيت للخزين نجيب الدقيق عطاوني جوج حفنات تاش غندير بهم غنعجنهم للزوار ولا الدراري الزاويه ولا للصداقه. هذاك الشيء اللي كاين. ويلي تا الخير عام عرم وانا نجيب جوج حفنات الحمد لله اللي سطيه. فمن زمان ما مشينا بحال هكا سيد المجدوب. مالك انا محمد بغيتك تعلم لولدي الصنعه. ويا بغيتي حتى هو يفرق ليا الصقايط بلا فلوس. عطيه الصبي يديرها. سيد المجدوب راني باغيك في واحد المسألة. اما هي بغيتك تدوي ليا مع القايد العروسي يعطيني رزقي انا مزاوي. وعندك عليه شي حجه؟ لا. ومحمد واش باقي شي حد كيتعامل بلا حجاج؟ وكاين شي حجه مع القايد. ويكون خير يكون خير. اش بغيت نقول لك؟ راه تزوجت قلتو بنت طاهر. بنت طاهر ولد فرش. واش قالت فاطمه؟ واش عندها ما تقول؟ هو راه غيبقى فيها الحال. الا ما مشيتيش قلتيها لخديجه تاني وجات عمرت ليها راسها. وانت باقي عقلها. صيفطي ليا الامير يحيى شدوه جالسوس في معركة درنا. على هذا الحساب غادي تولي والي على القصر. ايوا وداك با حسون شغنديرو فيه؟ بو حسون تا هو باغي يولي والي على القصر. راه باغي يا سيدي يولي سلطان. علاش اللي ما يفديش يحيى؟ كيفاش غيفدي يحيى؟ هو باغي يولي سلطان وغايجيب يحيى يضايقو. شتي داك بحسن راه بحال المنشار طالع هو كل نازل واكل. المهم كتعرفو ابا حسون راه ما كيعرف حد كيعرفها مصلحته. غنصيفط لي شي رساله معاك قبل ما يوصل. موجود. المجدوب. المجدوب خبره غتوصل قريب ان شاء الله. يلا دوس بخير. الله يعنيك. ما بقيتيش بقيها لمضي. كرمني الكريم من بحر الجود وسقى قلبي بالنور الرباني. والقايد مشغول نيت كيف مكتب. ولا كتب سيدي بيديرة ما غاديش نكذبوه فيها. غاتشهد فيه بداك الشيء اللي بغيت كتسمع. نشهد؟ دابا درتي عقلك. نقدم لك عبد الكريم ولد عباس قايد. با عباس كان صاحب الشرطه فهاد واليد تيتنفطر عبدوس الخائن وعباس هو اللي فتحو وكشفوا لينا ومن نهار عيناه في ركابنا ما شفنا منه غير الخير. تبارك الله. العقل اللمضي ما يلوحش راسه للهلاك.